من جائحة كورونا إلى أزمة اقتصادية عالمية، تتلاطم أمواج التأثيرات التي يشهدها العالم بأثارها النفسية والاجتماعية على الموارد البشرية وعلى رأسها الأطفال بطفولة اكتوت بنار الحرب والاقتصاد. سبل الخروج بهم لمسار آمن كان محور المؤتمر الإقليمي الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي. موجود معنا أكثر من حوالي 12 دولة عربية في اعتراف عربي جماعي لإقرار حقوق الأطفال والأولى بالرعاية في هذه المرحلة الحرجة التي بتلقي بأثرها على الظروف الاقتصادية وبالتالي على ظروف فقيدي الرعاية أو الأولى بالرعاية. بنتبنى منهج تنموي، احنا بنتكلم على حقوقهم وان هم ينموا ونوصل فيهم لأقصى طاقتهم وقدراتهم، وليس إحسان إليهم ولكن حقهم في هذه الرعاية. أود أن أعرب عن امتناني أنا للحكومة المصرية على العمل المؤثر الذي شهد تقدما هائلا في السنوات الأخيرة. إنني أتطلع إلى رؤية نتائج هذا المؤتمر من خلال تبادل الرؤى والخبرات، إضافة إلى العمل جنبا إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعي وشركاء التنمية وتحديد وسائل ملموسة لتحويلها إلى أفعال من شأنها أن تساعد على ضمان أفضل رعاية اجتماعية لكل طفل. جهود واسعة خططها مصر في مجال الرعاية الاجتماعية جاء على رأسها مشروع الرعاية البديلة. حاليا عندنا مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة اللي قريبا بإذن الله سيعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ تمهيدا لإقراره. أيضا الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، احنا عندنا 14,000 أسرة بديلة كافلة تكفل 14,500 ابن في أسر بديلة كافلة. ده جزء مهم جدا من جهود الدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي في هذا المجال. الرعاية الاجتماعية إنما تتكامل بالتشريعات والقوانين التي تكفل أكبر حماية للأطفال وبخاصة الأولى بالرعاية. أهمية التشريع بتيجي من ناحية، طيب إيه اللي أنا كطفل محتاج لحاجة زي دي، أو في ظروف اتولد في ظروف صعبة، ان احنا النهاردة اللي هم بنسميهم كريم النسب، وانا دي بتعجبني من معالي الوزيرة كلمة كريم النسب، لانه دمجه في الحياة بيبقى صعب جدا، وبالتالي لما يبقى القانون بيبين ويظهر لنا لكل الناس حقوق هذه الفئة كريمة النسب بيبقى سهل بعد ذلك دمجه في الحياة. بالحديث عن مفهوم التنمية المستدامة، دوما ما يتم ذكر التنمية الاقتصادية، ولكن تنمية أخرى هي التنمية الاجتماعية والمجتمعية بحفظ حق الأطفال كريم النسب وذوي الإعاقة. وكل طفل تحمل ويلات أزمات عالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا. من مقر انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر سياسات الرعاية الاجتماعية، سارة متولي، التلفزيون المصري.